هذه الأخت السائلة أرسلت سؤال وكتبت السؤال بأسلوبها الخاص، تقول: أنا أم فيصل، أسأل الشيخ عن الرضاعة. فيه أم أرضعت ابن بنتها الكبرى مع بنتنا الصغرى، هل يكون أخو للعائلة؟ نعم. تقول أم فيصل: أسأل عن الرضاعة عن أم أرضعت ابن بنتها الكبرى مع بنتنا الصغرى، هل يكون أخو لها من الرضاعة؟ مع بنتنا الصغرى، إيه؟ يعني بنت المرضعة الصغرى. بنت المرضعة الصغرى يكون ابن لها من الرضاع وأخا لأبنائها وبناتها. طيب، نعم. أحسن الله إليكم. وشروط الرضاعة في مثل هذه الحالة يا شيخ؟ تكون في الحولين. نعم. وأن تكون 5 رضعات فأكثر. نعم.